جيت انا مع ديك الغدا جيت من الخدمه ما فهمت والو، جبرت الحومه مرونه دخلت هزيت ما سول هزينا دخلنا في لابينا جا المخزن جا كل شيء. فهمتي؟ لا مطيح في الارض وبالزبطه فهمتي، السيد عريان مع الحاله لا يرثى لها فهمتي، وهذه 13 يوم هو في الدار، 13 يوم هو ميت في الدار فهمتي، ماشي اليوم ولا غدا، راه هذه 13 يوم هو مسيب في الدار، السيد خناس فهمتي، دخلت انا شفته بعيني واحد الحاله لا يرثى لها فهمتي، زراق من الدود كياكلوا فيه فهمتي، واحد الحاله مستحيل تشوفها، واحد الحاله خطيره. هذه 13 يوم ناعس في الدار ميت مره، راه السيد خناز ماشي اليوم ولا راه السيد. لا حنا في الحومه ما شمينا والو بالحق، مع الجو بارد وبروده ما عادش شم والو، الثقل مشدودين كانوا ما عادش فهم والو، هادشي اللي كاين. لا جبرنا في البيت من داخل، البيت ديالو مطيح في الارض لا هو جنسيه هولنديه، كيجي مره مره المغرب تينا كتهرب الحومه ديالنا كيجي عندنا، ولكن هو جنسيه هولنديه فهمتي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم، حنايا من الساكنه ديال هاد الحي اللي وقعت فيه، والجار ديالنا يعني كيجي مره 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 في يعني مره في الصيفيه كيجي هو عائلته، في الشتو كيجي بوحدياته يعني على حسب الدار ديالو، هنايا كيدوز معنا عيب السلام بخير جاره صافي، هادشي اللي عارفين عليه. شي حاجه اخرى مسكين كل واحد داخل سوق راسو، الثقل بما بينه وبيناته، واليوم وقع العائله ديالو حيت مراته كانت كتصوني عليه اللي قلك ما كيجاوبش التليفون، عقلت العائله ديالها جاو بقاو كيسولوا هنايا الجيران واش شفتو هاد المره ملي جا حنا ما شفناهش، ما انا بهاد المره هادي ما شفتوش. دابا ملي قالوا 13 يوم باش مات، حنايا ما شفناهش الصراحه، وتفاجئنا ملي جات الشرطه وفتحوا يعني فرعوا الباب باش هادوك جبوا، ما تفاجئنا ما نكذبش عليك يعني تصدمنا فات بوحدياته يعني عائلته كيجيو في الصيفيه عنده وليداته ومراته، ومسكين كانوا قال لك غدا كان ماشي بحاله ولا الاثنين، يعني كان مقطع ماشي بحاله، داكشي اللي سمعنا عليه اللي قالوا عائلته، يعني والله يجعل مثواه الجنه والله يسمح علينا، ان الله انا لا يرجعون، الله يرحمه مسكين، شي ما نقول. خي ديالي انا الجار ديالو راه الدار ديالنا فين هي؟ راه الدار ديالنا، وهو السيد كيجي العطله ربما جاي يقوز العطله ديال راس العام. السيد كنعرفو راجل درويش داخل في سوق راسو، السيد كنعرفو من الدار البقال بدا كيخرج، هذا الشيء اللي كنعرفو على هذا السيد. هذا السيد درويش اقل درجه، يعني السيد يعني داخل في سوق راسو صراحة الله ياك. كيف حتى شفنا الشرطه وشفنا كيف راهو باب الشرطه، تفاجأنا بهذا الخبر، هذا تصدمنا ان هذا السيد ما كنعرفو عليه شي حاجه، يعني شي راجل يعني ماشي هو هذاك، شي واحد خارج الطريق اللي كنعرفو عليه السيد درويش داخل في سوق راسو، السيد كيكون على برا جا في راس العام، كيكون في هولندا، الله ياخذ الحق، هادشي اللي غنقول، الله، وماشي تصدمنا، ما الصراحة هادشي فهمتي في وسط الحومة ديالك كيبقى هادشي هذا، يعني هادشي راه خطير بزاف. السلام عليكم، حنايا من هاد الناحية ديال هاد السيد يعني جا جبرنا، يعني كان كيجي عندنا يعني من عام للعام كان كيجي هنايا، وملي جا دابا جبرناه مقتول، يعني حنا تصدمنا يعني في الحاله ديالو، يعني جات عائلته كتعيط وفي التليفونات ما كيجاوبش في التليفون، دابا يعني حنا تصدمنا في عائله ديالو، حنا تصدمنا صراحه، كنعرف عليه يعني كيجي من العام للعام يعني لهنايا كيجي هو والعائله ديالو، دابا ملي جا بوحديته وقع له هذا الشيء يعني حنا تصدمنا فيه. جات العائله ديالو عيات ماسوني كتهضر في التليفون يعني ما كيجاوبهاش في التليفون، ويعني هو يعني حنا ماشي بزاف باش شفناه، يعني دابا 22 عام 22 قتل ما سمعنا على خبر لا والو حتى اليوم، عاد سمعنا على خبر داك الشيء، الله يرحمه يا ربي واسيب. ايوا اخوتي شنقول لكم، افتجعنا بهذا الشيء هذا، نوضنا في الصباح جبنا الراجل بوبري قالوا لنا مات الله يرحمه، عندنا ما الخبر هذا صدمنا بزاف اخوتي، وما هذا قدر لا ضروري اخوتي يبقى فينا هذا الراجل، الراجل الحومه ديالنا وكنعرفوا بوبري داخل سوق راسو ما كي ما كيأدي تا واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعني راه داق السوق راسو باقا الدار كيف قال لك الراجل، الحمد لله ما عمرنا شفنا منو شي حاجه د العيب، دائما حنا في الحومه ما عمرو عملنا شي حاجه، الحمد لله ما عمرنا شفنا منو شي حاجه د العيب. بو واش نقول لك، شفنا ذاك الحال، شفنا ذاك الحاله هذاك ما عجبتناش، ذاك الحاله هذاك بوبريم واحد الحاله لا يرثى لها، ربي كبير اخوتي.
ها السلام عليكم. هذا السيد هذا الجار ديالنا يعني كنشوف هيدا كيجي مره مره، كنشوف هيدا دايز من الزنقه يعني السلام، هادشي اللي كنعرفو عليه. دابا جاوا الناس في الصباح سمعنا بانه راه كيصونيو عليه ولادو من الخارج ما كيجاوبهمش. جا شي واحد مولد خوه جا من كاستيا خو، فاش جا لقى الباب محلوله، فاش لقى الباب محلوله يعني ود على من الكوميساريه يعني باش يجيو يشوفوا شنو كاين. صافي ديك الساعه فاش جاو فرعوا الباب دخلوا لقاو السيد نيس. صافي يعني كيجي من العام للعام يعني الصراحه راجل يعني طرونك. هادشي اللي كنشوفو حنا ما كنعرفوش عليه شي حاجه، ولكن كنشوفوه دايز من هنا يعني كيمشي للبقال، كنتلاقى معاه في البقال هيدا السلام السلام. صافي يعني فهمتي ما كنعرفوش عليه شي حاجه، مره كيجي ولادو مره كتجي المراه ديالو، المهم حنا ما كنعرفوش عليه شي حاجه اخرى من غير هادشي هذا. صافي هادشي اللي كاين يعني تصدمنا منين شفنا ديك زعما هادشي اللي وقع لهاد السيد، راه فهمتي راه ما راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.